سبب الرحيل تاعك لوفاق سطيف عام عام؟ والله غير ما انا كنت حمجدد العقد تاعي. داكور. ومن بعد وصرا انا كنت ما كشغل كنت في هذيك البيريود كنت داير اوبيراسيون كنت حابس 3 موا وتفاهمت معاهم باش نجدد العقد تاعي وكلش. ومن بعد كان الرئيس هذاك الوقت كان بو حفص وبو حفص والله ما والله من زعما ما نزيد عليك كلمه نعطي لك واش كان يهضر لي بالكلمه وبالحرف. نشفى لها كي اليوم رحت ليه قلت له الرئيس قلت له باش نزيد الكونترا تاعي قلت له راني فات كونترا قال لي على بالي قال لي بصح ما تزيدش. ومن بعد الناس قاعد دايره في بالها بلي بو حفص في نهايه الموسم يروح وكاين زعما كان هذاك الوقت كان توفيق شوشه وكان احمد جعفر هذا اللي كانوا حاكمينها دي بينيفول بصح كانوا حيكملوا فيهم حيسيروا شباب الوزداد في الموسم الجاي. ومن بعد بو حفص ما باش كي بدات لا سيزون عاود جا ديسبارا قال لهم انا نشدها ما حبش يروح. انا كنت متفاهم مع احمد جعفر وتوفيق شوشار ومن بعد كي ولا بو حفص شغل ما عاد اتصلوش بيا. ومن بعد كان جاني اتصال كانت مخلطه في ديك الوقت قالوا لي جاني اتصال قالوا لي يا دراوي راح تخدم على روحك وحسيتهم بلي شغل ما مش انتيريسي اي انا اي قلت لك الغلطه اللي درتها انايا ما صبرتش بالك ماشي ما صبرتش خاطر صبرت انا خطرة كنت في انستغرام وريبونديت للناس قالوا لي تريح قلت لهم نريح شدوك منها شدوني منها هذه هي الغلطة اللي حنا نقولوا لي فات مات الحمد لله انت وليت للسي ار بي وليت فريق القلب وراك مشرف العقد تاعك وراك ان شاء الله سمعنا هضرة لي سيبورتر ان شاء الله فخورين بك وفرحانين والله يا زهر ان شاء الله ما خير ان شاء الله ما خير ان شاء الله.